أهلا، أتمنى أنكم بخير وسعيدين. فيديو اليوم فلوج لجولتي البسيطة في جرير وأشياء ثانية، فخلونا نبدأ. الصدق أني رايحة جرير عشان أشتري هارد ديسك، فيوم شفته فاضي قلت ليش ما أسوي جولة، لأن ترى نادرا يصير كذا فاضي، نادرا. بديت بقسم الفن والرسم. هذا سكشن السكتش بوكس، كذا أشوف إذا في شيء جديد، وكذا أشوف هذا، ما أدري هو شيء جديد ولا أنا جديد عليه. خصص للجواش، كم سعره؟ سعره 19 ريال، في 20 ورقة. صراحة ألوان القواش ما عندي ورق مخصص لها، يعني أستخدمها على أوراق مائية أو ميكست ميديا. في أحد جرب هذه الكراسة؟ اكتبوا لي رأيكم عنها. كل ما أشوف هذا السكتش بوك يجيني أقوى فلاش باك ل2020، أول ما بديت أتعلم الرسم من جديد. حلو على فكرة هذا السكتش بوك، أحبه. هذا دائما إذا شفته ودي أشتريه، بس أنا صراحة بعقل، أنا عندي تو ماتش سكتش بوكس. هذا مغري مغري، دائما أشوفه ودي أشتريه، بس سعره أبدا مو مغري. بس يعني أنا شريته بهذا السعر سكتش بوك من مولسكن ومعفن، هذا على الأقل يعني كثير ناس يمدحونه وأشوف نتائج الناس عليه مرة حلوة. آخ، جت وقت الحيرة، أشتري ولا ما أشتري، أشتري ولا ما أشتري. أحس بأخذ لي لفة وبستخير وأشوف إذا بأخذه أو لا. هنا سكشن الألوان، هذا القواش عندي غالي بس يعني يستاهل صراحة، مرة حلو. في مجموعة من القواش، في مجموعة من القواش هذه، بس ما أدري وش فرقها عن هذه. أتوقع أن هذه بروفيشنال وهذه ستودنت جريد، يعني للطلبة، ما أدري صراحة. هنا الألوان المائية، أوه هذه أول مرة أشوفها من روكو، والله مو سهلين يا روكو. هنا الأكريليك، الأكريليك كل ما أشوف أتذكر أدو، أحس أدو اسمها مرتبط بالأكريليك. هذه النوعية من الفرش مرة حلوة، هذه للألوان المائية، يعني جودتها مرة زينة، مرة مرة زينة. في مجموعة تنباع كذا، يعني تنباع مجموعة بس ما لقيتها، أو يمكن ما موجودة في هذا الفرع. أهلين بوسكو. أنا أتمنى وأمنيتي أنها تنباع بالحبات عندنا. ماركرز كوبيك، في هنا مجموعات صغيرة مثل مجموعة البشرة وغيرها. بصارحكم بشيء، تخيلوا عندي هذه الألوان الأكريليك المخصصة لستايل السكب، يمكن من 2020 ولا استخدمتها. الصراحة هي جتني من أخوي هدية، يبغاني أكون فنانة في السكب، بس الصراحة يعني سحبت عليها وصرت فنانة في أشياء ثانية. يبغالي أجربها وأصورها لكم. المهم لقيت دباديب أدو، سلمت عليهم وجلست أسولف معهم شوي، بعدين شوي رحت كذا لأصدقائهم اللي على اليمين وخفت، لأنه وش السمكة تخوف شوي. صح تخوف ولا بس عندي أنا اللي تخوف؟ هذا اليونيكورن قد شريته من زمان بس للحين ما لونته، فأقترحوا لي يعني في التعليقات وش الألوان اللي تبوني ألونها فيه. المهم رجعت لي سكتش بوك الألوان المائية وقررت أني أخذه. أدري بتقولون لي هنوف وين اللي بتعقل، وين اللي تقول عندي too much سكتش بوكس؟ يعني أنت ماك شخصية؟ لا، طالع الكاميرا قولي أنا ملاك، أنا ما عندي شخصية، أنا ملاك الكويتية ما عندي شخصية. المهم شفتوا ألوان القواش هذه من روكو، شريتها من زمان على أساس بسوي غالي ضد الرخيص، وللحين ما سويت الفيديو. طيب متى بتسوين الفيديو؟ I guess we'll never know. رحت لسكشن المانجات والكتب، نسوي تور عليهم بسيط. لحظة، هذه المانجا صارت هنا؟ إيرن وش اسمه هذه؟ مو بس إيرن، نسيت وش اسمه، بس اللي مؤدي صوت مؤدي صوت إيرن. تذكرون الفيديو اللي سويته أتكلم فيه عن هذا الأنمي؟ إذا ما شفتوه شوفوه. بس مو بقاعد أشوف إنه في فوليوم ثانية، هذا فوليوم 5. وشو هذه؟ ما قد قريتها. مرة أحب الكفرز لما يلونونها بالألوان المائية، أمانة شوفوا الجمال، هذا الستايل يجنن ودي أتقنه. لو قارينها قولوا لي رأيكم حلوة مو حلوة، قولوا لي رأيكم في التعليقات. مرة أحب كفرز طوكيو غول، مرة الرسم مو طبيعي صراحة فيها. أنا ما قرأت المانجا بس شفت الأنمي. شفت أول موسمين، الثالث ما قدرت أكمله، والرابع ما شفته. جوجوتسو كايسن، ديمون سلاير، هذا نزل منه أنمي صح؟ برضو إذا حلو قولوا لي في الكومنتس عشان أقرأ المانجا ولا أشوف الأنمي. بس مرة حلو التلوين، تلوين الشعر شوفوه مرة حلو. هنا في مانجات عربية من فنانين عربيين. أزمة ربع العمر هذه مرة أعجبتني، مرة حلوة. لقيت الكتاب اللي سويت لكم فيديوز عنه. في أنواع، في هذا النوع، هذا النوع أتوقع فقط رسم فقط وسكتش، أما حقي في فعاليات ثانية مختلفة.
هنا حبيت أجلس وأخذ قسطا من الراحة، وقررت أخذ هذه المانجا. أدري بتقولون هنوف قبل شوي تشاورينا إذا بتاخذينها أو لا، والصدق أني ما أدري متى راح ينزل هذا الفيديو، يمكن بعد 100 سنة وأخاف تسحبون علي، بس يعني أكتبوا رأيكم عنها أعجبتكم أو لا، بس بدون حرق بدون حرق بدون حرق. أيوه هذا الكتاب، كان هذا أول كتاب رسم أقرأه، أعطاني إياه الرسام الموهوب والمبدع فهد لما قررت أني أرجع أتعلم الرسم. هذا هو الكتاب اللي عندي، الطبعة الرابعة اللي في جرير، الطبعة 12. الكتاب خفيف لطيف ومركز على رسم البورتريه الواقعي. المهم حاسبت وطلعت من جرير. أنا صراحة من زمان أبغى أسوي جولة جرير، بس إن كنت أبي هاجر معي ولكن لم تزبطوا معنا. إذا ودكم أسوي جولة ثانية بس مع هاجر اكتبوا لي في الكومنت. في نفس اليوم بالليل رحت لتجمعنا المعتاد اللي يصير تقريبا كل أسبوع، نجيب معنا ألوان مائية ونقعد نسولف ونرسم سوا. جبت معي سكتش بوك مولسكن المعفن، وزمان طلبت من البنات يرسمون عليه أشكال عشوائية بالألوان المائية، فجلست أرسم رسمات جوا الأشكال العشوائية. بعدين قمت أسوي تور على رسمات البنات، حبيت رسمة المربى مرة. في رسامة اسمها أثير دائما طقطق عليها أنها ترسم رسمات وما تكمل تلوينها بالألوان المائية، فهالمرة كملت تلوين العصير أو القهوة اللي هي رسمتها، حبينا نعطيها شوية تشجيع. بعد هالتصفيق والتشجيع ترى حب أقول لكم ما كملت رسمة الساندوتش، فعشان كذا أثير بنكمل تنمر عليك. ملكة الألوان المائية شهناز ومستشارتنا في الأدوات الفنية اللي بتخلينا نفلس. وقابلت في هذا التجمع رسامة اسمها عبير. أو ماي جاد هذه البنت سو كيوت، حرفيا سو كيوت، أحسها طالعة من أنيمي. كل ما تتكلم ودي أفعصها، مو طبيعي كيف كيوتنس أوفرلود. اللي تشوفونه حاليا هو سكتشاتها، مرة رسمها حلو وكرياتيف في كيف تصمم الشخصيات، حبيت ستايلها مرة حبيت. بعدين رحت عند هاجر اللي كانت تعاني في هذا اليوم أنها ترسم شيء، ما كان عندها الشغف بس غصبت نفسها ترسم. مرة اليوم بالمضارب رسمت، إن شاء الله تلوينها يصير زي تلوينها. في ناس تقولي أنا مثلا بالألوان الأساسية، أنت على حسب. بعدين لفيت على أبرار وأشوفها قاعد ترسم سكتشات، بخليها تشرحها لكم. البرنامج حق هاجر يختار مواضيع عشوائية، فضغطت على الزر وطلع لي بائع الحشرات المليئة، فسويت شخصية ضفدع ورسمتها ب يعني سكتشات مختلفة، وهو يبيع حشرات مضيئة. هذه حشرات مضيئة تطير زي البالونات وهو يبيعها، هذه حشرات مضيئة حطها في الجرة، وهنا هذه الجرار يطلع الحشرة المضيئة ويحطها في الجرة ويبيعها، وهذا صفهم في في الدولاب هنا، وهذا حاطهم في جرة كبيرة. هنا فجأة تخيلت إن لو ذبانة تبيع حشرات مضيئة كأنهم خيول أو كذا، يعني حيوانات يا كيوت مرة، أحب خيالك أبرار، أحب خيالك. بعدين هاجر اختارت لي واحدة هذه، وهنا برسمها مكبرة وألونها. هذا هو البرنامج، اسم هذا واسمه. ليش وش يسوي هذا البرنامج؟ إذا ضغطتي يطلع لك فكرة. أسدف ديزاير حبيت البرنامج، يعني يعطيك مواضيع ويعطيك مثلا تحديات زي ارسم باليد اللي ما تتحكم فيها، مثلا بالنسبة لي اليسار راح أحمله ويمكن أسوي فيديو عنه، مدري يمكن. تذكرون هذه الرسمات العشوائية اللي سوتها أدو بالأكريليك جواش؟ عبيتها برسمات عشوائية وصدق مرة حبيت كيف طلعت. حبيت أكمل رسمة التجمع بأقلام الأكريليك، أقلام بوسكا، وبسولف معكم وأنا أكملها. هل أنتم مستوعبين أننا صرنا 90,000؟ ما أصدق أنه باقي شوي ونصير 100,000 إن شاء الله. مرة شكرا لدعمكم وكلامكم اللطيف، يعني في ناس معي من بداية ما فتحت هذه القناة وكانوا داعمين لي بشكل كبير ومشجعين إني يعني أستمر، فشكرا لكم، شكرا أنكم ما فقدتوا الأمل فيني. واللي قريب مسوي لي اشتراك أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، الله يحييكم، نورتوا قناتي. ولي الفرش نكتة بتفهمونها لو شفتوا المقطع السابق. المهم لي الفرش، أقصدي لي الشرف، ترى صدق قاعد تطقطق وبداية صارت. المهم لي الشرف والله. وعلى طاري المقطع السابق الفالكونز، مرة انبسطت أن أعجبكم، وأنا أخذت يعني نزلت منه مقطع صغير في التيك توك والإنستغرام، وانصدمت من كمية التفاعل اللي جاه، ما شاء الله تبارك الله، مرة كان يعني تفاعل قوي،
مرة انبسطت. الناس يقولون لي سوي جزء ثاني مع الباقيين، أنا أبغى أسوي جزء ثاني مع الباقيين، بس حرفيا يعني السنة الجاية موسم الجيمرز 2025 بروح إن شاء الله إذا ربي كتب وأسوي جزء ثاني، فترقبوا بعد سنة. في أحد كاتب لي أتحداك تنزلين فيديو مدته أطول من 10 دقائق، ها هذا الفيديو أطول من 10 دقائق. في أحد كاتب لي إيش رأيك عن الرسام الكسول، إيش لازم يسوي عشان يرجع الشغف وما يتكاسل؟ ببساطة يسوي الاشتراك هنا على اليوتيوب يتابعني. لا صدق دائما أقولها لكم، جربوا ستايلات مختلفة في الرسم. إذا أنت شخص مثلا رسماتك كلها فيها تفاصيل كثيرة ودقيقة ومدري إيش، جرب ترسم سكتشات كذا بسيطة ما تاخذ معك 5 دقائق، بالكثير مرة 10 دقائق، ربع ساعة. أحيانا ما أحب أرسم شيء معين، أحب أرسم أشكال كذا عشوائية، أحط شيء أحب أسمعه وأرسم أشكال عشوائية. قريب أخذت ورشة عمل كذا عن الرسم السريالي. اللي ما يعرف وش الرسم السريالي هو، يعني رسم ما بين الخيال والحقيقة، بالعربي أحلام العصر. أبحثوا عن الفن السريالي إذا أنتم مدكم تعرفون عنه أكثر. أنا يعجبني هذا الفن، بس وش الفكرة في ورشة العمل هذه اللي أخذتها؟ كانت الرسامة اللي تعطينا الورشة تقول لنا لا تصيرون بيرفكت، لا تصيرون بيرفكت، رسمكم ما أبي يصير بيرفكت. يعني حطت لنا وردة قدامنا وقالت كل واحد يرسمها بطريقته، ولا ترسمونها بالضبط زي ما تشوفونها. مثل ما تشوفون على الشاشة كل واحد رسمها بطريقة مختلفة. اللي على اليسار حقت هاجر، اللي بالنص حقتي، واللي على اليمين حقت شهناز. على فكرة كانت تقول لنا لا تستخدمون أساسيات على طول، يعني ابدوا بالرسمة على طول ولا ترسمون خطوط واضحة. فكنت أحس بالحرية صدق ومرة انبسطت. اللي ما عجبني شوي اننا كنا نستخدم اقلام خشبيه، وانا والاقلام الخشبيه نوت فريندز. وكذا خلصنا الرسمه وهذه النتيجه، الصراحه مره كيوت. جينا نهايه الفيديو، اتمنى ان عجبكم. بليز سوي لي سبسكرايب ولايك وكومنت شير، وسوي لي فولو في انستغرام وتيك توك، بتلقون حساباتي في صندوق الوصف، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.